يانس فعلا استدعتني الإدارة العامة للشرطة، ولاحظت من الإدارة العامة للأمن، لأنهم يأخذونني إلى خوالي هنا بقايتهم في، وجيتهم آخر النهار، وكان يبدو على أنها هي مفوضية الجرائم الاقتصادية، وإلين جيتهم قالوا أن نسمع لأنه عرف مسطرة عندهم، أنهم يختاروا يسولوني عن ذاك، يتلون يتفضلوا. ولكن لا يسولوني عن مصادر تمويل منظمة اللي يدخلها كانوا كافيها، مصادر تمويلها محددينها النصوص، واللي يدخلها كانوا كافيها والله ما عندنا ما نردين عليه في اللي ما يعني. لا عند حد الاطلاع، حق الاطلاع عليه ما هم هيئة المنظمة نفسها. يسولوني كان فهم فيها شخصية خاصة تعطيني الفضاء. يتهمني هذا السؤال على انه مو بهم ولا اني شادري انه يدخل في حياتي الخاصة يعني. قالوا لي انه متهم بالرشوة، ترى يقولوا لي اللي راشيني وشي اللي راشيتني ولا شمرتي. قالوا لي انت خلصك ولا الدباق؟ قلت له انه ما حق. قالوا لي انت عرفت ولا الدباق؟ قلت له ليش نعرف؟ طار علاقاته المهنية كعضو في مؤسسة معينة. سولوني عن علاقاتي والمعاملات وين تعرفته؟ قلت له اني عرفته من الساعة اللي عاد رئيس ارباب العمل. شنو هي العلاقة اللي بيني معه؟ قلت له علاقة ارتبطت معه علاقة صحبة ومعرفة. قالوا لي انت شنو هي تطورك العلاقات اللي بيناتكم؟ قلت له عندك مسائل شخصية لاني دخلت. كانوا يعطيني الفضاء، قلت له اني انا بين علاقاتي ماني بيني على الفضاء. من الاساسي هو اني عندي علاقات مع المعاملات كامل اللي كيف العلاقات الناس كاملة. قالوا لي كان يقطع جوارته من الساعة اللي مشى شغل الخارج، قلت له ما قد ركبت لي فيه قاية حياط دوار وما قد ما ركبت في القاية في التلفن لي. قال لي عمركم ما تيت اصحاب؟ قلت له اصحاب بعد لا توفرت الفرصة دور الدانة جاب رفقة بيت رواية مثلا ظهرت لحد من الطرف الاخر. يقولون لي كان فهم رجال اعمالي مولوا المنظمة، قلت لهم القانون قاع ما هم حرمها في غير بعد مولي وما قطعوا عدهم رؤوسهم واحنا ما قطينا طلبناها منهم. لماذا قال لي؟ قلت لهم اللي لا طلبناها لا هي طلبوا مقابل ضد احنا ما لنا مستعدين. سولوني عن كيفية تسيير المنظمة بموال تدخلها ايش طريقة تسير بهم؟ قلت لهم تسير من خلال هيئات عندها وعندها جهة آميرة بالصرف وأي جهة متسيرة. كان قط حد يدفع شون الفضاء للمنتدى بس منه، قلت لهم لا عاد عدلها صدقات وسري ما قط قالها لنا احنا بعد ما قطينا طلبناها من عند حد. فدخلوا قدرون الكلام قالوا اني كسحتهم والله الشاكن فتو اللي هو المفوض ذي وانا ما كسحته. انا قلت له تو اللي ظاهر لي وشوفته حسب قراءتي يعني النصوص اللي عندي هي الحق وما عندي هي الحق. قالوا على كل حال انهم لا يخلوني يمشي وعلى انهم بلين يوفوا المحضر لا يعيطوا لين عود كاتان لهم ملاحظات مقدمهم وعود يوقع عود يمشي ولا طاتهم واللي قايل في طاري المسطره انه لا يعيطوا لي. من باطل من باب المزحه علي انا بعد قاعد كنت نختيرهم اللي سكنوني لين يتخطى العيد عندهم. انا وصلنا على هذا الاساس تخلوا قدر من الكلام بعض التفاصيل غير هذا هو جملته.